تصدح أغاني الميلاد من كنيسة جميع القديسين في وسط بيروت. نحن فرقة المدرسة اللبنانية للضرير والأصم بعبدة، فيها تلاميذ من كل الطوائف، كلنا بنشتغل مع بعضنا بألفة ومحبة كتير عالية. من قال إن عيد الميلاد لا يمر على المكفوفين؟ نحن نرى الفرحة بعيوننا، هم يلمسونها بقلوبهم. الفرحة هي إحساس، مش نظر، يعني بشوفه نظر، يعني أنت يعني وقت اللي بتعمل شيء حلو أنت بتنبسط فيه، يعني مش ضروري إنه بعينيك، يمكن تعمل شيء أنت له علاقة بالسمع، بتعمل نغمة حلوة أو تغني شغلة حلوة. كتير كان حلو، خصوصا أنا غنيت ترتيل أول مرة بغنيها. وقت اللي إجا المسيح عمم المحبة، عمم الإيمان، عمم السلام بين كل الناس، وإن شاء الله هالموضوع يستمر بين الناس، ما يكون في لا غل ولا حقد ولا كراهية بين الناس على طول دايما. أكيد كنت مبسوطة لأنه أنا أصلاً بحب الميلاد وبحب الكورال وبحب كون بهيك أوقات وبهيك كورال. كنت بتمنى أشوف لحد أشوف الناس كيف تطلعوا شو كانت ردة فعلهم. والليلة هو ليلة خاصة لأنه بهالبرنامج المتنوع واللي كتير مهم واللي بضمن الأشياء العالمية، نحن منجي منضوي على روح الميلاد الحقيقية يلي هي الضرير والأصام والضعيف، ويلي بيناتنا هو اللي عم يعطينا نحن القدرة أنه نقدر نستمر، لأن نشوف ضعفنا بهالقوة اللي هن عم يعطونا إياها. في هذه الأمسية خلف كل عيون مطفأة حكاية، وخلف كل حكاية طريق إلى فضاء مضيء بأمل ورجاء. لبرنامج اليوم على الحرة، مصطفى عاصي، بيروت.